السلام عليكم، معكم مواطن مغربي تاجر، عندي محل تجاري سوق ممتاز. قل لي حبيب، بالنسبه لارتفاع الاثمان واش تزادت شي حوايج عندكم هنا يعني في الاثمنه ديالها ولا لا؟ طبعا تقريبا دابا منذ فتره يعني ديال 5 شهور وقعت زياده كبيره في المواد اللي هي اوليه. تقريبا يعني قبل تعيين هذه الحكومه بشهر وقعت في ديك الفراغ اللي كان بين الحكومه ديال السي العثماني والحكومه ديال السي عزيز اخنوش. من تما بدات الاثمنه طلعت. من تما بدات الاثمنه طلعت وطلعت في المواد اللي هي اوليه واللي هي مهمه في يعني في عند اي مواطن. تقدر تحدد لنا هذه المواد؟ المواد تقريبا كامله، مواد اوليه من الطحين، من السميده، من انا قلت لك من المواد اللي هما اوليين كاملين. ومن بعد وقعت واحد الزياده هائله في ديال الزيت اللي هي راه كيعرفوها الناس كامله، راه تزادت تقريبا من 55 درهم حتى ل 95 درهم. وهذا الشيء هذا راه كيشكل واحد العبء كبير على المواطن وعلى حتى على التاجر. واخا اسمح لي نقطع، بالنسبه لك انت كتاجر شنو كتكون رد الفعل ديال المواطن فاش كيجيك كتقول له الزيت ب 95 درهم؟ وطبعا راه يعني واحد الزياده راه كبيره، ماشي واحد الزياده اللي هي صغيره، راه كاين واحد الفرق ديال 30 حتى ل 35 درهم. راه اي واحد راه غيرد له البال والله راه الله يكون في العون. راه زعما واحد الزياده كبيره بزاف وشكلت لنا عائق حتى حنايا في بالنسبه ل كاين واحد التراجع كبير في المبيعات، لان راه الانسان راه باقي ما زيدوا في المنتوجات وما زيدوش في الاجره. برافو، في نظرك شكون المسؤول على هذه الزيادات هذه؟ ايوا اش نقول لك، المسؤول على الزياده ترى الامور واضحه. الزياده راه في الدرجه الاولى راه كتحملها الحكومه اللي هي راه صوتوا عليها المغاربه على هذا الاساس باش يديروا لنا حلول وكذا، ولكن يعني داك الشيء اللي كنا كنترجوه منهم راه ما عملوش، يعني وقع العكس. حنا كنا كنترجوه في هذه الحكومه الجديده يعني دير لنا شي تغيير اللي غنفرحوا به وكذا، واذا حنا كنتصطدموا بهذا الارتفاع المهول. يعني نفس الحكومة بحال الحكومة هذه بحال الحكومة أخرى بحال الحكومة اللي قبل، ولكن شي اختلاف؟ شنقول لك، تقريبا الاختلاف في الحكومات اللي عاصرتهم أنا كاملين ما كاينش شي اختلاف. اختلاف في الأسماء كاختلاف الأسماء، ولكن الإيديولوجية والسياسة راه كتبقى هي وكتبقى دائما. يعني حنا بيدنا راه حنا بيدنا كمواطنين راه عندنا مسؤولية في هذه الزيادات، لأن صاحب الجلالة ملي دار الخطاب ديالو وقالنا باش نختاروا الناس اللي هما اكفاء اللي غيعطيونا التغيير على البلاد، ملي كنجيو كنتيقوا في شي حزب والا كنتصدموا بنفس السياسه. كيتبدلوا الاشخاص، السياسه كتبقى هي. واخا بالنسبه لك انت كبائع، شنو هو الحلول اللي كتقترح على المواطنين باش نحاربوا هذه الاثمنه هذه اللي طلعت بواحد السرعه عاد ماشي عاديه؟ وبالنسبه للحلول اللي هي كاينه دابا، كاين الحل ديال المقاطعه اللي هو تقريبا ماشي حل اللي هو واقعي، لان الزياده الاخيره راه وقعت في الزياده في المواد اللي هي اوليه. باش تقاطع عمره ما يتمكنش، لان ما عندناش شي بديل اللي غنعملوه مثلا. يعني اسمح لي نقاطعك، بالنسبه دابا مثلا شركات الزيت كاين بزاف ديال الشركات، نقدروا اننا نبدلوا شركه بشركه ولا كل شيء طلع؟ نعطيك مثال بسيط، يعني ارخص زيت دابا ديال 5 لتر راه كتسوى 85 درهم، هذه ارخص زيت. وراه هنا يعني الناس راه يعني ارخص زيت ب 95 واغلى زيت ب 95 راه احلاهما مر. بحال اخترتي 85 بحال ديتي 95، ولكن كاين يعني نقدروا نبدلوا شركه بشركه باش نعاقبوا شركه. كيبقى نفس الاطار، يعني الزياده راه كاينه، يعني الفرق ديال 5 ولا 10 دراهم راه هي بيدها راه بحال بحال. اذا انت كترجح ان المقاطعه ماشي هي الحل؟ ماشي هي الحل، ماشي بمصلحه المواطن. ماشي هي مصلحة المواطن. كاين المسائل اللي نقدروا نقطعوها، ولكن راه هما دابا اختاروا المواد اللي هما اوليه، واخا تبغي تقطعهم راه ما يتمكنش تخلي ولادك بلا زيت بلا حليب بلا طحين بلا. راه قلت لك اختاروا واحد الحاجه اللي هي خطيره جدا. راه كتشوف ان هذا الشيء مخطور بدقه؟ ما نقدرش انا في هذا الشيء هذا ما كنقدرش نقول لك واش مخطور بدقه ولا لا، ولكن يعني ما عرفش الخلفيات اللي مور هذه الزيادات هذه. اذا شنو قلنا الحل؟ الحل باش نحاربوا هذه الاثمنه اللي ارتفعت.
الحل بالنسبه لي لهاد الساعه باقي ما مفهومش. صعيب باش تلقى الحل، لان المشكل راه قلت لك هو ان المواد الاوليه صعيب تلقى لهم الحل، لان حتى البديل ما كاينش. واخا تبدل البرودوي المنتوج بالمنتوج راه ارتفاع في كل شيء، ما كاينش شي راه ما كاينش شي بديل اللي هو مثلا تقاطع به اخر. وباش تحيد واحد الحاجه وتبقى بلا بها راه ما يتمكنش. انا كنشوف حل واحد هو يتدخل صاحب الجلاله نصره الله اللي هو كنثقوا فيه وكنثقوا في المصداقيه ديالو، يتدخل ويدير لنا شي حل في هذا الشيء هذا. والا راه ما المواطن راه ما عنده ما يدير، لان شنو كتقول زياده الاجور؟ زياده الاجور ما تبدلاتش، المغرب فيه حاجه واحده هي الزياده في المنتوجات، الاجور كتبقى هي هي. في نظرك الى زادت القدره الشرائيه ديال المواطن زادوا في الاجور، واش ممكن تغلبوا على هذا الشيء؟ وإحنا عندنا اصلا اغلبيه القطاعات غير مهيكله، غتزيد لمن غتزيد؟ يعني غتزيد لواحد النسبه اللي هي اصلا راه ماشي شي نسبه اللي هي كبيره في المواطنين. يعني واخا يوقع الزياده شحال غيتزاد؟ راه كاين واحد النسبه كبيره من الناس اللي هما يعني الناس ذو الدخل المحدود، كيفاش غدير تزيد لهم؟ هو اصلا يعني كيعيش بالقود اليوم ديالو. اليوم شاهدنا المواطنين كيطالبوا، هذه في المغرب كله ماشي غير في مدينه طنجه، كيطالبوا برحيل رئيس الحكومه، في نظرك واش هذا حل؟ واش انت مع هذه الفكره هذه برحيل اخنوش؟ رحيل اخنوش او بقاؤه في منصبه ماشي هو حل، وماشي هو ماشي هو الحاجه اللي يعني الحاجه اللي هي غتبدل شي حاجه في هذا الشيء هذا اللي كنهضروا عليه ديال الزيادات، وانما هو كيتحمل واحد المسؤوليه كبيره في هذا، لانه هو اللي ثقنا فيه وعطينا صوتنا له باش يدير لنا شي تغيير. حنا كنتمناو هو يفهم هذه الرساله اللي خرجوا الناس اليوم راه كيطالبوا بالرحيل ديالو. كنتمناو يفهم، كنتمناو يفهم الرساله، ونتمناو يكون ان شاء الله يعني يكون يدير شي تغيير اللي هو غنشوفوه ملموس، ونتمناو من الله ان شاء الله يكون خير. اذا شكرا جزيلا وان شاء الله. بارك الله فيكم، وكنشكركم دائما انتم بصفتكم اشواقع، وراكم ديما حاضرين معنا، وراكم ان شاء الله راه حتى حنا معاكم، حتى حنا كنشكروك. بارك الله فيك. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.